مرحبا بكم مرحبا بماريا مرحبا مرحبا بشوف تي عندنا عند ميزون دو كافتون باي سليمه مناني كنشكركم بزاف شكرا ومرحبا بكم ورمضان كريم لكم والمشاهدين كاملين معنا بنات العساس مسلسل مغربي اللي تبارك الله حط بنجاح كبير والمشاهدين المغاربه كلهم عجبتهم بزاف القصه وانا الشرف ليا بانني نكون وحده من من الناس اللي وقفوا على هذا العمل وكان ناجح الحمد لله بفضل الله وبفضل الشركة ديسكونكتد مسيو خالد النقري نجاة القوبي حنان رضا وهادو على رأس مجموعة 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 من الناس اللي خدموا على هذا المسلسل وكذلك دريس الروخ اللي تبارك الله عليه مخرج لأول مرة كانت عامل معاه وتبارك الله كانت الخدمه زوينه بزاف الحمد لله كانت تفاهم في الخدمه وهذا الشيء هو اللي عطانا النجاح ديال الخدمه كنا كلنا يد وحده كلنا كنتفاهموا كان كان كنحطوا شي موضوع كنتشاوروا عليه مجموعين كنتفاهموا عليه كان كي بارك تبارك الله كله ناجح لا بالنسبه للكوستيوم لا بالنسبه لاي حاجه كتتعلق بالمسلسل تبارك الله كانت ناجحه لان كان التفاهم في ليكيب ديالنا هذا هو اللي خلى النجاح يكون اكثر واكثر وليكيب كلها كتبغي الخدمه ديالها ملي كنبغيو خدمتنا وكان كنحبوا داكشي اللي كنديروه كنجحوا فيه بيان سور الحمد لله كانت تعامل مع الممثلين ديالنا كبار تبارك الله ممثلين كلهم شهورين ممثلين تبارك الله كلهم عندهم وزن ديالهم في, في السينما المغربيه وفي التلفزه المغربيه ويحصل لي الشرف باش نكون معاهم والحمد لله الحمد لله اللي الكوستيم ديالنا لقى نجاح كبير لا بالنسبه للكوستيم اللي كان مع مسيو عزيز حطاب اللي كان عنده دور شخصية ثقيلة كان تبارك الله نجاة سعاد خي باردون كانت سعاد خي تبارك الله حتى هي كانت في كان عندها ان ستيل ديالها ديال المراه الرويقيه اللي جالسه في الدار تبارك الله كتعرف تلبس كتعرف تناسق الالوان عندها ان تيم ديالها اللي كتخت تلبسو لا بالنسبه للدار لا بالنسبه للخروج لا بالنسبه للحفله ديالها الحمد لله الحمد لله اللي كان لقى نجاح كبير منافته تبارك الله مراه ديال القلب ديال الدار الخت الكبيره اللي هزت المسؤوليه وتحملت المسؤوليه كبيره مع خواتاتها مع رجلها، مع بنيات مع بنتها ومع اختها الصغيرة، دي ديما خصها تكون مراه حره ديال الدار هذاك الشيء اللي خلانا درنا هذاك لو المرأة المغربية شنو كتلبس في الدار هذا هو اللي اللي أنا استخلصته أن مرأة مغربية شنو كتلبس في الدار هذاك هو لباسها اللي خاصو يكون هذاك هو الكوستيوم ديالها و اون ميم طون تريتور كيخصها اون فوا تكون خرجت العمل ديالها كيخصها اللباس ديالها اللي غادي يناسب المهنه ديالها والعمل ديالها مع لي كليونت ديالها تو هذا هو اللي كان عندنا التناسق ما بين اه حوايجها ديال ال... الكوستيوم ديالها اللي غتخرج به والكوستيوم ديال الدار ديالها اه دنيا بوتازوز كذلك الشخصيه ديالها اللي شخصيه قويه حتى هي كان عندها كوستيوم ديالها سبيسيال اللي كيبين لينا لو لو بيرسوناج ديال ديال حنان كان زوين بزاف uh, كلهم كلهم بيان سور لان لو بيرسوناج هو اللي كيحكم علينا الكوستيم ديال لو بيرسوناج خصنا نقراو السيناريو نعرفوا داك لو بيرسوناج شنو هو لو غول ديالو اكزاكت هو اللي كيخليك آه يا قلتو عن برك كان عزيز حطاب راجل راك عرفتيه راجل ثقيل رزين عنده محل ديالو كيبيع الاتواب كيبيع في درب عمر سيد خصنا نشوف لو ستيل اللي كيكون كيلبسوه اللباس التقليدي المغربي ديالنا هذا الشيء علاش كان عنده آه ان تيم سبيسيال ديال ياقوت عنبر باغ كونطخ هذا العام هذا كان عنده ان نوتخ ستيل ان بيرسوناج اللي مختلف بزاف بزاف, بزاف 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 وهو تبارك الله عليه الصراحه الدور آه ديالو كي اي دور عنده تبارك الله كيبان كي كي فيه اكثر آه كان عنده الكوستيم هذا العام اللي كل شيء الناس كيسولوا عليه وتبارك الله عليه جا جا انيق آه وتا البيرسوناج ديالو الحمد لله اللي نجحنا في هذا النشوة باينه عليا والفرحة باينه عليا أكثر دائما فوق ما كنخدموا بنات العساس الحمد لله كنفرحوا كنفرحوا بزاف بزاف ملي كنخدموا مزيان كنجيبوا نتيجة زوينة الحمد لله سورتو كيما قلت لك مع ايكيب اللي الحمد لله ايكيب كلها كل واحد شد بيد الاخر هذا هو لو اللي كان عندنا كل واحد كيكمل الاخر والتفاهم الحمد لله هذا هو اللي كيزيد يفرحني كثر كثر سورتو ملي كنشوف لي كومونتير ديال الناس كنشوف لي كومونتير ديال الناس في في المواقع التواصل الاجتماعي لا فيسبوك لا في انستغرام لا في كل شيء كيشكر كيشكر الحمد لله هذا هو هذا الشيء اللي كنا كنتمنوا الحمد لله ربي وصلنا ليه لبساتو السندية كان عندنا كان عندنا في اكتوبر في المواد كان عند سندية لقاء مع لقاء كان عندها مع رشيد وكانت اون فوا لبساتو كان يلاه ديك الساعه وجدنا هذا لو ستيل وابخي ملي بدينا المسلسل ديالنا أه بطبيعه الحال سانديه تاج الدين حتى هي راه من حقها زعما شي حاجه عاديه اللي نقدروا يلبسوه جوج الفنانه ما لابسينوش في جوج المسلسلات هذا هو لو بليز امبورطون انهم ما لابسينوش جوج المسلسلات أه سعاد خويا سي لو تيم ديالها سي لو تيم ديال اللباس ديالها سي لو تيم اللي كنا بدينا لها عليه هذا هو لو ستيل ديالها اللي بدات كتلبسو ملي بدا المسلسل وهذا الشيء علاش لبسنا ليها في النهار اللي كان عندها الحفل ديال الحفله ديال الدار ديالها والدخله ديال الدار والحمد لله كنا كلنا متفقين على النتيجه هذا غير التوضيح هذا ما نقولوش قفطان قفطان هذا ستيل غوب ان كافطون فلاكوب ديال غوب اللي كيخلي اي وحده تقدر تلبسه تبغي تلبس ما تلبسش قفطان ثقيل تلبس شي حاجه تراديسيونيل اون ميم طون خفيفه لان كل ولا كيهرب من القفطان من الثقل ديالو من العرض ديالو من تنباتو البيغلاج ولا كيتقل على بزاف ديال الناس هادشي علاش قلنا بوركوا با نخرجوا اون كرياسيون اللي تكون شي حاجه في الويد وسهله في اللباس وتناسب جميع المناسبات خفيفه عامره على حسب اللي غادي تلبسوا غادي تبان فيه والحمد لله الفنانات ديالنا بجوج واتاهم وجاهم غزال وكلشي الناس هذوما لي كومونتير كيقولوا واخا لبسوه كان كلهم بجوج بهم جاهم زوين كما قلت لك قبيله الحمد لله الحمد لله اللي كان عندنا هاد الفرصه وخدمنا معاهم لان تبارك الله استفدنا منهم بزاف ديال الحوايج استفدت منهم سورتو كاينين عندنا اسماء اللي تبارك الله نوره السقلي كنشكرها بزاف بزاف مريم الزعيمي كلهم ابتسام العروسي كانوا كلهم تبارك الله كيطلعوا عندنا اللوج ناشطين انرجي بوزيتيف توجور شاك جور واخا كنجيو لو ماتان مع 7 اور 7 اور دو ماتان كيلقاهم انرجي بوزيتيف كيف حنا كنعطيوهم كيف حتى هما كيعطيونا والحمد لله كان الخدمه معاهم زوينه بزاف وكيف شفتوا كانت شاك بيرسوناج تاع التام ديالها مريم الزعيمي حيت عندنا هي هي بحكم المهنه ديالها أه, تراديسيونيل كدير تزيان العرائس كانت توجور لا توش ديالها فيها لا توش تراديسيونيل وديما المراه المغربيه ملي كتكون في الدار كنحاولوا ندخلوا كان كنحاولوا ندخلوا داكشي اللي كتبغيه وكيبغيه دائما المشاهد وكيبغي يمشي يشوف ويقلب على الجديد في هذاك في هذاك المجال ديال ولا باغ اكزومبل شنو خارج هذا رمضان في تراديسيونيل شنو نقدروا لان سورتو رمضان رمضان اي مرا مغربيه كتبغي تقلب على الجديد في اللباس ديالنا التقليدي شنو تقدر تلبس في الدار شنو تقدر تلبس خارج الدار كنحاولوا نقربوهم شويه بيان سور على حسب لو بيرسوناج ماشي كندخلوا تراديسيونيل في نيمبورت كيل بيرسوناج غير مهم كيدخل على حسب شاك بيرسوناج كيف شفنا موس ماهر دخل بواحد الكوستيم ديالو جديد دخل فيه توش تراديسيونيل بلوس عنده ان كوستيم نورمال هاجر عدنان اللي صحراويه اللي لها في اللباس ديالها الصحراوي في الملحفه الصحراويه اللي حاولنا نقربوا دائما الناس المغاربه كلهم من التقاليد الصحراويه من لباسهم الصحراوي من تقاليدهم من الديكور ديالهم تو اللي تبارك الله كل شيء كل شيء كان ناجح لا الديكور الكوستيم الاخراج صفاء بركه اللي كان حماق عليها تبارك الله عليها كنحسو براسنا خدامين اون فامي توجور مع صفاء بركة ومع سي خالد النقري اللي تبارك الله عليهم حنان رضا نجاة القوبي الحمد لله الحمد لله كنشكرهم بزاف على هاد الثقة اللي كيديروا فينا والحمد لله توجور اون فامي والله كان براسنا كندخلوا البلاطو اون فامي افيك الناس ليكيب اللي كت دي تكنيسيان كلهم لخدمين، خدامين بلوس لي كوميديان كلهم عندنا علاقه زوينه معاهم كندخلوا كنخدموا اون فامي الحمد لله <applause> الله يبارك فيك كنشكرك بزاف مريم شرف ليا نكون معكم في هذا رمضان وكنشكر المشاهدين بزاف على لي ميساج ديالهم على الناس ما كنعرفهمش كيوصلوني دي ميساج اللي كيشكروني الحمد لله الحمد لله هذا الشيء اللي كنا بغينا الحمد لله وصلنا له بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شركه ديسكونيكتد اللي دائما كتكون ناجحه ودائما كيكونوا لي بروجي ديالهم ناجحين لان كيقربوا دائما من المواطن المغربي في الحوايج الزوينين في في حياتنا اليوميه كنشوفوها دائما في لا تيلي هذا اللي اللي مهم الحمد لله